يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن يقول نحن نعمل في إدارة حكومية، وكان بجوارنا مسجد نصلي فيه، لكن هذا المسجد قد أغلق للصيانة، فوجدنا فرشا في الإدارة فبدأنا نصلي في هذه الإدارة، علما بأن هناك مسجد نسمع الأذان وهو يبعد مسافة الكيلو تقريبا، فهل نستمر بصلاتنا في هذه الإدارة أم علينا أن نذهب إلى المسجد؟ أنتم تصلون في الأصل في مسجد في الإدارة، والمسجد كما ذكرتم تحت الإصلاح، تفرشون بجواره في الإدارة وتصلون، لأن هذا أضبط للعمل، هذا أضبط للعمل. وأيضا أنتم أصلا عندكم مسجد وتصلون فيه، وهذا المكان الذي فرشتموه تابع للمسجد. نعم.